السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بنلتقي اليوم في المحاضرة الرابعة من المقرر في ام جي 622 Agile Project Management، وعنوان المحاضرة Implementing Agile Delivering in an Agile Environment، الجزء الأول من جزئين. طيب احنا في البداية عاوزين نفتكر السلايد دي، احنا عرضناها كتير جدا، المفروض ان احنا خلاص دلوقتي بقينا عارفينها كويس جدا. ان احنا دلوقتي في المحاضره بتاعه المحاضره اللي فاتت كانت عملنا الاجايل انفايرمنت، دلوقتي بنعمل ديليفري في الاجايل انفايرمنت. يبقى دلوقتي احنا ازاي هنعمل ديليفري للفاليو؟ يبقى احنا دلوقتي بنتعلم بقى الـ يعني التولز اوف ذا تريد، او ادوات المهنه او الصنعه، يعني اللي هي تخليك ازاي بقى تبدا ان انت تطبق. فلازم نراجع على الحاجات دي، وبرضك الاستسهال هنشرح كاننا بنشتغل سكرام، وبعد كده بقى نبدا نعمل اكستنشن للانواع الاخرى من الاجايل. فالسكرام ارتيفاكتس عندنا برودكت باك لوج، سبرنت باك لوج، وانكريمنت، وشرحناهم مش هنشرحهم تاني. السكرام سيرمونيز، سبرنت بلاننج، الديلي سكرام، السبرنت ريفيو، والسبرنت ريتروسبكتيف، والسكرام رولز، البرودكت اونر، والديفلوبمنت تيم ممبرز، والسكرام ماستر. نحاول ان احنا ايه نرجع كده هنا السلايد دي. ده البرودكت باك لوج، وده هنا عباره عن ايبكس. ايبكس يعني اللي هي الريليس بلان، او زي ما قلنا ملحمه، جمع ملحمه، ملاحم يعني، جمع ملحمه. وقلنا ملحمه اللي هي القصه اللي ليها قصص متشعبه كتيره جدا. فانا باخد البرودكت باك لوج، باخد الايبك من البرودكت باك لوج اللي عليه الدور، وابدا اقسمه لستوريز، وادخل على السبرنت باك لوج ستوريز، وابدا اعمل السبرنت بتاعتي. وهنا السبرنت بتاعتي هي 30 يوم، وبعمل كل 24 ساعه الديلي ستاند اب بتاعي، بحيث ان في اخر ال 30 يوم يبقى في working increment of the software، يعني في increment. قلنا increment اللي هي يعني زي اضافه، فيبقى في اضافه اضيفت لل functionality بتاعه السوفت وير اللي انا شغال عليه. يبقى احنا برضك عايزين نفهم الدنيا بتمشي ازاي. احنا قلنا اهو يبقى عندي حاجه اسمها سبرنت بلاننج قبل ما ابدا السبرنت، وبعمل السبرنت بتاعتي اللي هي مدتها يا اسبوع يا اسبوعين يا 4 اسابيع، وبعمل الديلي ستاند اب بتاعي. وبعد كده بعمل السبرنت ريفيو، بعمل السبرنت ريتروسبكتيف، اللي هو قلنا ان السبرنت ريفيو ده براجع فيه الانكريمنت، والسبرنت ريتروسبكتيف براجع فيه الاسلوب اللي احنا اتبعناه في اداره المرحله، يعني اللي احنا قلنا هنا الوات والهاو، براجع الوات وبراجع الهاو. طيب ناخد برضك حاجة تانية هنا بقى بنبدأ نشوف البرودكت اونر هو مسؤول عن البرودكت باكلوج. خلاص احنا كده عرفنا. طيب التيم، وقلنا ان التيم ده بيشمل كله، التيم ده الديفلوبمنت تيم زائد السكرام ماستر زائد البرودكت اونر، مع بعض بيعملوا السبرنت بلاننج ميتنج، وبيخرجوا بالسبرنت باكلوج، وبيبداوا يعملوا سبرنت من اسبوع ل4 اسابيع، يعني يا اسبوع يا اسبوعين يا 4 اسابيع، على حسب يعني السكرام، يعني السكرام بتاعهم هم حابين يعملوا ايه. بيعملوا ديلي سكرام كل 24 ساعه، وبعد كده في الاخر في فينش وورك، ويعملوا سبرنت ريفيو اللي هو قلنا الوات برضه، والسبرنت ريتروسبكتيف اللي هو الهاو. طبعا دي اللي احنا بنعيدها وبنكررها كل مره، دي طبعا فيها المعلومات الكامله بقى، فيها كل الناس، فيها التيم بتاعنا اهو، البرودكت اونر والسكرام ماستر والتيم ممبرز، فيها البرودكت فيجن، فيها الايبكس، فيها اليوزر ستوريز، فيها هنا حاجه اسمها الريليس بلان، فيها حاجه هنا السبرنت بلاننج ميتنج، الديلي سكرام،
السبرنت ريفيو ميتنج، السبرنت ريتروسبكتيف، دول الاربعه سيرمونيز اللي احنا كنا شفناهم، ودول الثلاثه رولز، وعندنا ثلاثه ارتيفاكتس. الثلاثه ارتيفاكتس بتاعتنا ثلاثة ارتفاكتس بتاعتنا البرودكت باك لوج والسبرنت باك لوج والانكريمنت. البرودكت باك لوج اللي هو هنا، وده السبرنت باك لوج. وده في الاخر الانكريمنت اللي هو الريتروسبكتيف ميتنج، السبرنت ريفيو ميتنج قلنا برضك ده الوات، ده الهاو. طيب خلاص كده احنا عملنا مراجعة سريعة، وزي ما قلنا احنا في المحاضرة اللي فاتت خلاص عرفنا ازاي نعمل اجايل انفايرمنت، واتكلمنا فيها عن الجزئية بتاعة المايند سيت، وقلنا المايند سيت هتبقى الـ values والـ principles زائد الـ servant leadership، بالإضافة لإن أنت تعمل الـ team، تبني الـ team. هما دول الجزئيتين بتوع creating an agile environment، delivering an agile environment. أنت بقى عندك mind set دلوقتي، بقى عندك mind set وأنت خلاص مقتنع بالـ servant leadership اللي هي كل جزئيات المايند سيت، وبقى عندك التيم بتاع الاجايل، وعملت لهم شويه تريننج خفيف في الاجايل عشان يبقوا فاهمين انت بتتكلم عن ايه. يبقى هتيجي هنا بقى نخش بقى للكلام بقى الجد، لازم تعمل بروجكت تشارتر زي لما كنا بنتكلم في الووتر فول. اي بروجكت ملوش تشارتر بيعتبر فساد، فساد وهدر، فساد وهدر. لازم 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 البروجكت يكون له شارتر. وريتا كانت بتقول انه لازم يكون بار اللي هي بوت انتو، بوت انتو الناس مأيدينه، ابروفد، ابروفد الار غالبا رياليستيك او ريفيود، ريفيود والاف اهم واحده فورمال رسمي. لازم يكون في بروجكت تشارتر رسمي. اي مشروع بدون بروجكت تشارتر ده فساد وهدر. والبروجكت تشارتر هي الوثيقه اللي يعني هي الوثيقه الاساسيه اللي بتقول احنا عايزين نعمل ايه، وبتسمي مين هو مدير المشروع. مين مدير المشروع؟ مدير المشروع. كده لازم المشروع يكون له بروجكت تشارتر، ايا كان بقى نوع البروجكت مانجمنت ميثودولوجي اللي انا هستخدمها لازم يبقى فيه بروجكت تشارتر. التيم تشارتر دي اللي هي الجراوند رولز، يعني احنا مع بعض كتيم، يعني التاخير ما يكونش اكتر من 3 دقائق او 5 دقائق عن الصبح مثلا. مين بيملى مكنه القهوه؟ الكلام في الميتنجز، يعني الناس تحاسب انها ما تتجاوزش مثلا دقيقتين كلام في الميتنجز عشان كل الناس تاخد فرصه. كل الجراوند رولز اللي احنا عايزين مع بعض كتيم نقعد نكتبها، ونقعد نكتبها في التيم تشارتر. وانا بيقول لك هي مش ماست، يعني هنا مش ماست، يعني مش لازم يكون في تيم تشارتر، وخصوصا لو التيم خبره وبيشتغلوا مع بعض من زمان وكده، فبيقول لك مش ضروري. ولكن طبعا احنا بالنسبه لنا في الوضع بتاعنا اللي احنا بنتعلمه دلوقتي، لا لازم يكون في تيم تشارتر، لازم اعمل تيم تشارتر يا حضرتك. البروجكت تشارتر بتجاوب على اسئله مهمه جدا. اول حاجه why this project matters، احنا ليه عايزين نعمل المشروع ده؟ Where the team is headed؟ التيم هينفذ الاعمال ازاي؟ بيفكر ازاي التيم؟ What the project objective is؟
ايه الاوبجكتيف بتاع المشروع؟ يعني ايه الديليفربل الاخير؟ الديليفربل المفروض المشروع ده في الاخر يديني ايه؟ اللي هي الوات بتاعتنا. يبقى احنا الهاو دي اللي هي بنعملها في الريتروسبكتيف، كل مره حته منها بنراجع الهاو، والوات دي اللي بنعملها في السبرنت ريفيو، اللي هي على حسب الجزئيه طبعا، لان التشارتر بيبقى فيها الوات بالكامل، الوات بتاعت المشروع من اوله لاخره، والهاو بتاعت المشروع من اوله لاخره، انما احنا في الريتروسبكتيف بنبقى شغالين سبرنت باي سبرنت. طيب اسئله تانية برضك لازم تبقى موجوده في البروجكت تشارتر، اللي هي احنا بنعمل المشروع ليه، وده اللي هو البروجكت فيجن، لازم يبقى عندي البروجكت فيجن. Who benefits and how؟ دي جزء من البروجكت فيجن and or project purpose، ودي اللي هي زي الستيك هولدر اناليسيس بتاعتنا، ستيك هولدر اناليسيس بتاعتنا. What does done mean for the project؟ These are the project's release criteria. يبقى هنا الـ definition of done دي حاجة مهمة جدا عندنا في لغة الـ agile. definition of done هنا دي الـ definition of done مش لكل activity أو task يعني، لا ده هنا الـ definition of done للمشروع بالكامل، امتى نقول إن المشروع ده حقق الغرض منه. دي بتكون موجودة في الـ charter. How are we going to work together؟ This explains the intended flow of work. دي طبعا يعني نقدر نقول عليها ان دي يعني 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 هتاخد كتير من التيم تشارت، او دي هتبقى جايد للتيم تشارت هنشتغل مع بعض ازاي. طيب التيم تشارتر بتتكلم عن حاجه اسمها التيم نورمز. التيم نورمز يعني الامور الاعتياديه، زي ما قلنا مواعيد الحضور، مواعيد الانصراف، نسبه التواجد للفريق، الرد على الايميل يكون خلال قد ايه من الوقت، يعني كل الامور اللي تخلينا يعني نحترم بعض وما نشعرش ان احنا ما بنحترمش بعض، ان احنا كل ما نلاقي فيه براكتس حد عمل وضايقنا نقوم نعمل له بوينت ونضيفها للتيم تشارتر عشان كلنا ما نعملوش. Understanding of how to work together، ازاي هنشتغل مع بعض، نفهم ازاي هنشتغل مع بعض. Teams do not need a formal process for chartering as long as the teams understand how to work together. بيقول لك مش ضروري تعمل بروجكت تيم تشارتر لو التيم بيعرفوا يشتغلوا مع بعض كويس ومش محتاجين الموضوع ده. زي ما قلت لكم يا حضرات احنا ده طبعا كلام الكتاب على عيننا وراسنا، انما احنا بالنسبه لنا احنا اغلبيتنا مبتدئين في الموضوع، والتيمز بتاعتنا مبتدئين في الموضوع، وحتى لو التيمز قديمه موضوع التيم تشارتر ده موضوع مهم جدا جدا جدا، وبيستعمل في الكونفليكت ريزوليوشن، ان انا بطلع التشارتر في الكونفليكت ريزوليوشن. ومن الخدع اللي انا ممكن استخدمها في الكونفليكت ريزوليوشنز ان احنا نعمل ابديت للتشارتر، يعني اتنين زعلانين من بعض اقول لهم طب خلاص هنعمل ابديت للتشارتر ما تزعلوش، ويبقى ده حل الخلاف يعني بطريقه مرضيه للطرفين. فالتيم تشارتر مهمه جدا وليها فوائد كتيره جدا، فطبعا يعني ايه هنا انا بقول لا لازم تعملوا تيم تشارتر. Some teams benefit from a team chartering process، بيقول بعض الفرق بتستفيد لما تعمل تيم تشارتر. بيقول لك التيم فاليوز such as sustainable days and core hours، اللي هي يعني اللي بيحددوا السبرنت بتاعتهم هتكون كام يوم، والكور اورز كمان ان الناس المفروض تشتغل في اليوم كام ساعه. working agreements such as what ready means، طبعا الديفينيشن اوف ريدي ده يعني اللي هو النص الثاني بتاع الديفينيشن اوف done. الستوري عشان انا ادخلها للتيم يشتغل فيها لازم تكون ريدي، فعشان تكون ريدي لازم تحقق الديفينيشن اوف ريدي. يبقى انا عندي معطيات لكل ستوري، ديفينيشن اوف ريدي. ريدي يعني ايه؟ يعني كل الداتا اللي الشخص اللي هيشتغل يعمل برمجه للحته دي او المهندس اللي هيصمم جزئيه معينه تبقى كل المعلومات اللي هو محتاجها عشان يصمم بيها متوفره له يعني. فيبقى working agreements such as what ready means so the team can take in work.
What done means so the team can judge completeness consistently. يبقى هنا ده definition of ready والdefinition of done. بعد كده الحاجة الثالثة respecting the time box or the use of work and process limits. كمان برضك التيم تشارتر بتقول ان لازم ان احنا يبقى عندنا مثلا لو انا شغال سكرام يبقى التايم بوكس بتاعي اسبوعين ولازم في نهاية الاسبوعين احقق فاليو ايا كانت يعني ابذل كل الجهد عشان احقق الفاليو في نهاية الاسبوعين. او لو انا شغال كامبان ميثودولوجي يبقى هعمل ليميت للوركينج بروسيس. وبشرح ازاي بعمل الليميت للوركينج بروسيس في التيم تشارتر. The ground rules such as one person talking in a meeting. يعني ground rules يعني نحط مثلا قاعدة ان لما يكون واحد بيتكلم في الاجتماع كل الناس تسكت وتسمع مفيش اتنين يتكلموا في نفس الوقت. Group norms such as how the team treats meeting times. يبقى هنا group norms اللي هي يعني الامور الاعتيادية بالنسبة للتيم زي ان هو ازاي بيحترم يعني ازاي هو مطالب انه يحترم المواعيد بتاعه الاجتماعات. خلاص احنا بقى خلاص احنا خلاص بقينا فهمنا التصور بقى عندنا بقى تصور خلاص. وقلنا قبل كده يعني احنا قلنا قبل كده في سلايد قبل كده قلنا ان انا عندي الكامبان بورد يعني هو ده بمنتهى البساطة الأجايل وهنا تو دو وده اللي هو السبرنت باكلوج. سبرنت باكلوج هنا سبرنت باكلوج باكلوج وهنا دوينج وهنا في ستوريز أنا شغال عليها وهنا دن وهنا دي ستوريز خلصت منها ودول تيم هم واقفين حوالين ال حوالين الكامبان بورد. التيم بتاعي واقف حوالين الكامبان بورد اهو وبنعمل الاجتماعات بتاعتنا. خلاص احنا فهمنا الجزئيه دي وكمان فهمنا ان انا بشتغل ازاي ان انا عندي برودكت بروجكت فيجن بقسمه الابيكس بقسمه اليوزر ستوريز بعمل حاجه اسمها ريليس بلان بشوف انهي يوزر ستوريز هعمل لها هنتهي منها الاول بسحب على حسب الريليس بلان والاولويات السبرنت في السبرنت بلاننج ميتنج بسحب عشان اعمل السبرنت باك لوج بتاعي وهنا دي اللي هي البلاننج وابدا بقى اعمل الامبلمنتيشن وهنا خلاص عملت الانكريمنت بتاعتي وهنا بعمل السبرنت ريفيو براجع الوات وبعمل الهاو. خلاص احنا خلاص فهمنا كده المفروض ان احنا ده شرحناه كتير جدا وكل الناس دلوقتي فاهماه. فخلاص طالما كل الناس فاهماه احنا هنبدا نبني عليه والناس اللي مش فاهماه يبقى عشان تقدر تكمل معانا لازم ترجع بقى للمحاضرات وتتاكد انها ده بالنسبه لها بقى واضح تماما. فمثلا احنا دلوقتي هنتكلم عن الريتروسبكتيف وقلنا ان الريتروسبكتيف ده بنعمل فيه هاو احنا ازاي قدرنا السبرنت الهاو وقلناها قبل كده في المحاضرات ان ده السنجل موست امبورتنت براكتس ذا ريتروسبكتيف ده هو بيعتبر اقوى حاجه في الاجايل because it allows teams to learn about improve and adapt its processes لان ده اللي بيحسن السرعه وبيخلي سرعه التيم تزيد واحنا قلنا ان الاجايل هو about speed سرعه وازاي بزيد السرعه؟ بزيد السرعه بان انا بعمل ريتروسبكتيف عشان كده هم بيعتبروها اقوى حاجه اقوى حاجه. انا طبعا اضفت لكم قبل كده قلت ان اقوى حاجه برضو البرايورتايزد برودكت باكلوج برودكت باكلوج عشان بس ما تنسوش اكتبوا معايا رجاء باكلوج عشان وانت بتشتغل في الحياه الحقيقيه تبقى عارف ان اهم حاجه اهم تول عندك هي البرايورتايز بروجكت باك لوج اهم ايفنت عندك هي الريتروسبكتيف وكمان يعني هي مش موجوده في الارتفاكتس اللي احنا دارسينهم ولكن انا شايف انها اهم ارتفاكت اللي هي الكامبان بورد الكامبان بورد. مش شرط ان انت تعمل اجايل باستخدام كامبان بورد الكامبان بورد ولا حتى في طريقة الكامبان ولا في طريقة السكرام هو إذا ماست هي مش من يعني ممكن تعمل تشتغل أجايل من غيرها
ولكن انا من خبرتي بقول لك لا، من اقوى التولز هي انك تستخدم الكانبان بورد. وطبعا انا كنت قلت عندي 6 رولز يعني للبيرفكت بروجكت مانجمنت، ومن ضمنها ان لازم تكون بتستخدم بروجكت مانجمنت سوفت وير. يبقى انا زي ما بعمل فيزيكال كانبان بورد لازم يبقى عندي الكترونيك كانبان بورد، كل المعلومات اللي انا بدخلها على الفيزيكال اللي هي على الحيطه الكانبان بورد، لما بدخل مكتبي كسكرام ماستر بدخلها على الكمبيوتر، عشان دي اللي بتطلع لي الريبورتات، ودي اللي بتقيس لي الاداء، ودي اللي بتحفظ لي التاريخ بتاعي بشكل اقدر يعني في المستقبل لو حصلت مشاكل وحصلت كليمز. لان مش يعني مش كل يعني احنا الكلام النظري يعني البيور اللي بنتكلمه ده بتكلم كأن المشاريع يعني عبارة عن شهر عسل، يعني شهر عسل بين عصفورين يعني، وده طبعا مش حقيقي. عشان كده لازم الكانبان بورد يبقى كمان معاه الكترونيك كانبان بورد. Retrospectives help team learn from its previous work on the product and its process. يبقى هو في الريتروسبكتيف التيم بيبدا يتعلم البروسيس بتاعه، البروسيس اللي هي التولز والتكنيكس اللي التيم بيستخدمها في 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 في, في تحقيق الغايه، يبدا يفهم عنها ويبدا يعرف ازاي يحسنها. واحده من البرنسبلز بتاعه الاجايل مانيفيستو، بيان الاجايل، واحده من البرنسبلز القواعد بتاعته at regular intervals، في فترات منتظمه the team reflects on how to become more effective. لازم التيم يقعد يفكر، ريفلكت دي يعني يفكر ازاي يكون مور افكتيف، مور افكتيف يعني يكون اسرع، ازاي ينتج فاليو اسرع. Then tunes and adjusts its behavior accordingly. وظيفة مين في التيم ان هو يكون دايما عينه على موضوع زيادة السرعة؟ دي وظيفة السكرام ماستر او الاجايل كوتش. عشان كده يعني عشان كده وجهة نظر دكتور جيف ساذرلاند ان التيمز اللي بتكون عظيمه في الاجايل بيكون السكرام ماستر بيدير تيم واحد، ما بيديرش عده تيمز مع بعض، وبيكون مركز في ان هو يعمل عمليه رفع السرعه للتيم بانتظام. Teams benefit from allocating enough time to learn either from an interim retrospective or an end of the project retrospective. يبقى هنا هو بيعمل interim retrospective يعني بيني، وده قلنا بنعمله في نهاية كل sprint لو احنا شغالين scrum، او في نهاية المشروع خالص نعمل end of the project retrospective، وده زي الwaterfall اللي احنا كنا بنسميه lessons learned في close out. ده اللي احنا كنا بنسميه lessons learned. lessons learned learned في مرحلة ال close out في مرحلة ال close out في ال waterfall، وده تقرير من أصعب التقارير لو أنت مش طول المشروع بتجمعه. يعني أنت لو هتروح تشتغل في شركة بتاعت إدارة مشروعات ووتر فول وأنت مش من أول يوم فاهم إن في آخر المشروع هيطلبوا منك lessons learned، وعندك متخيل النموذج اللي هيطلبوه منك شكله إيه، أو عندك نموذج يعني جامع مانع زي ما بيقولوا شامل، وبتجمع فيه lessons learned بشكل منتظم، هتيجي تلاقي إن ده ريبورت من الريبورتس الصعبة جدا 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 إن أنت تعمله، وهو اصلا محدش بيستخدمه، ولكن يعني بيستخدم في تقييمك كراجل مدير مشروع في اخر المشروع. في ناس بتحب تقعد يعني تدي درجات، فالليسونز ليرت لما تعملوش كويس هتلاقي ايه بقى، يعني ايه يتعاملوا معاك كانه اهم وثيقه في الدنيا يعني. فانت الشطاره بتاعتك ان انت تبقى بتعمل تجميع الليسونز ليرت طول ما انت ماشي في المشروع. نفس الحكايه زي ما قلت لحضراتكم، حتى لو انا في الاجايل رسمي
مش المفروض ان انا بسجل كل حاجه في الكمبيوتر، لا انا برضك لازم اسجل كل الليسونز ليرن بتاعتي في الكمبيوتر في الاجايل، عشان انا اكون طالما ان انا شغال بيور سكرام ماستر مدير مشروع متفرغ، يبقى لازم يبقى الدوكيومنتيشن بتاعي يعني قمه الروعه. Teams need to learn about their work product and work process. يبقى هنا ال work product نفسه وال work process ممكن يكونوا مش compatible مع بعض. يعني مثلا انت بتحاول ان انت تعمل بتحاول مثلا ان انت تعمل ديزاين مثلا لتابلو عربية، وفي نفس الوقت عايز تعمله بالووتر فول، بالووتر فول او البريدكتيف. فطبعا الميثودولوجي نفسها مش، لان ده ريسيرش، يعني ده حاجه بتاعت ريسيرش فيها ترايل اند ايرور، فانت محتاج حاجه فيها يعني حاجه فيها اتيريشن. فانت يعني الورك برودكت بتاعك في الاخر انت عايز ايه، والورك بروسيس ممكن ما يكونوش كومباتيبل، فانت بتستعمل الريتروسبكتيف عشان تجدد هل ده مناسب ولا لا. طبعا ده عملت مثال اكستريم، بس ممكن يبقى فيه يعني فروقات بسيطه. يعني first and foremost a retrospective is not about blame. مهم جدا ان احنا نفهم ان في الشركات الحديثه ما فيش حاجه اسمها blame او pointing fingers. احنا بنتعلم مش عشان نقول مين غلطان، احنا بنتعلم عشان نمنع تكرار الغلط، لان احنا مقتنعين ان اللي بيشتغل بيغلط، ومش بيغلط لانه سيء النيه او مهمل. لو هو بيغلط لانه مخرب او سيء النيه او مهمل، لا ده يتعاقب فورا. ولكن اللي بيغلط وهو بيشتغل، لا ده ما عليهوش حاجه، احنا بتبقى فرصه لينا للتعلم وكلنا نتعلم مع بعض. فيبقى هنا موضوع البليم ملوش مكان في الشركه الحديثه، الا زي ما قلنا اذا كان هو مخرب او مهمل. The retrospective is about looking at the qualitative people's feelings and quantitative measurements data, then using that data to find root causes, designing countermeasures and develop action plans. يبقى هنا الريتروسبكتيف الهدف منه ان احنا نشوف ايه اللي اخد مننا وقت كتير. يعني خلينا بس نبسط الكلام المجعلص ده، ان احنا عايزين نشوف ايه اللي اخد مننا وقت كتير، والناس كان احساسها ايه بسبب ان ده خد وقت كتير. طبعا الناس مش هتكون سعيده ان الشغل خد اكتر من ما كانوا عايزينه ياخد. فيبداوا بالتالي يعني يعبروا عن مشاعرهم، وكمان يعبروا عن الميجرمنت داتا بتاعتهم، ويبداوا يعملوا خطه بحيث ان هم في الاتريشن القادم تبقى الفلوسيتي بتاعتهم اعلى، او السرعه بتاعتهم تبقى ازيد، ويبقى البرفورمانس بتاعهم احسن. The project team may end up with many action items to remove impediments. طيب يبقى هنا ممكن انا في الريتروسبكتيف اكتشف impediments. Impediments دي قلنا امور بتعيق السرعه. لو الامور اللي بتعيق السرعه داخل الشركه الام، يعني دي مسؤوليه السكرام ماستر ان يحلها. لو الامور اللي بتعيق السرعه داخل البروجكت نفسه، يبقى البروجكت تيم مسؤول ان هو يحلها. طيب لو هو عندنا ظهر امبيدمنتس كتيره جدا، هنحلها ازاي؟ زي احنا ما اتكلمنا قبل كده، قلنا ان انا المشروع بتاعي الاجايل افضل حاجه ان انا بشتغل البروجكت بتاعي اللي هو بتاع البرودكت، بشتغله سكرام وبشتغل الامبيدمنتس كامبان. يبقى عندي اثنين كامبان بورد، واحده للمشروع نفسه وبستعمل السكرام ميثودولوجي في ادارتها، يعني بستعمل اتيريشن ثابت اسبوع او اسبوعين او اربع اسابيع. اما الامبيدمنتس فدي بستعمل لها الكامبان بورد بالكامبان ميثودولوجي اللي هي فيها حاجه اسمها وورك ان بروسيس ليميت. انا ببقى عامل ليميت ان كل اتيريشن هاخد ثلاثه امبيدمنتس بس اشتغل عليهم، واخدهم على الـ على الـ على الـ على البورد بتاع الكامبان ميثودولوجي، وابدا اشتغل على الامبيدمنتس في الوقت اللي انا يكون متاح لي فيه ان انا ايه اترك البرودكت واشتغل على الامبيدمنتس.
لان زي ما انتم شايفين هنا في صراع على الوقت ما بين المنتج بتاعي بتاع البروجكت نفسه وما بين البروسيس بتاعي نفسه، التولز والتكنيكس بتاعتي محتاجة اكشنز يعني. طيب يبقى فاسيليتيتور كمان من التيم بيعمل ليدز ذم through an activity to rank the importance of each improvement item. يبقى الامبروفمنت ايتمز اللي احنا بنتفق عليها لازم نعمل لها رانكينج، رانكينج اللي هو البرايورتيزيشن، زي ما احنا عندنا برايورتيزيشن. زي ما احنا عندنا برايورتايز برودكت باك لوج يبقى كمان عندنا برايورتايز امبيدمنتس باك لوج. يبقى انا بدير مشروعين في نفس الوقت، مشروع البرودكت بالباك لوج بتاعه ومشروع تحسين السرعه بتاعه الفريق من خلال الامبيدمنتس باك لوج. زي ما قلنا افضل حاجه ان ادير البرودكت سكرام وادير ال وادير ال امبيدمنتس كامبان. Once the improvement items are ranked by the team chooses the appropriate number to work on for the next iteration or add works to the flow if flow based. طيب هنا بيقول لك لو انت ممكن تعمل حاجه من اتنين، ان انت لو عايز تشتغل بشغال سكرام ومش عايز تعمل لوحه ثانيه كمبان مخصوص للامبيدمنتس، انت ممكن تاخد ستوريز من الامبيدمنتس وتحطها في السبرنت باك لوج وتشتغل عليها كانها ستوريز عاديه من ضمن الستوريز. او ان انت تعمل زي ما قلنا تعمل لوحه ثانيه وتشتغل كمبان على الامبيدمنتس. واعتقد ان ده حاليا ده يعني ده هو ده الترند وده اللي الناس جربته وشايفين ان هو الافضل يعني. طيب امتى التيم يعمل ريتروسبكت؟ لو انا شغال سكرام يبقى انا عندي iterations في الاغلب بتكون اسبوعين. يعني احنا قلنا اسبوع او اثنين اربعه، الاغلب الناس بيشتغلوا السبرنت مدتها اسبوعين. يبقى انا في نهايه الاسبوعين لازم هعمل ريتروسبكتيف، يبقى خلاص كده احنا ايه بالنسبه للسكرام الموضوع نهينا. طب بالنسبه للقاعده العامه للاجايل بيقول لك when the team completes a release. يبقى التيم عمل ريليس لجزء، عمل فاليو وسلمها للاونر، يعمل بعدها فور شيبس something او يعني ships برضك ان هو يعني ايه برضك يعني بعت للعميل حاجه. يبقى بعد ما يخلص value معين لازم يعمل retrospective. ويقول لك مش شرط ان هي تكون حاجه monumental increment، يعني مش لازم تبقى increment كبيره، لا ممكن اي increment يعمل بعدها retrospective زي ده. It can be any release no matter how small. أي ريليس يعمله مهما يكون صغير ممكن التيم لو حب يعمل ريتروسبكتيف. خلي بالك احنا زي ما قلنا هنا مش بنتكلم عن السكرام، لأن السكرام في نهاية الأسبوعين هيعمل ريتروسبكتيف. عشان كده الناس بتفضل السكرام، لأن السكرام منظمة لك الدنيا، مش سايبة لك إيه تقعد تفكر هتعمل دي إمتى، لا هو هعملها في الميعاد ده خلاص خلصنا. When more than a few weeks have passed since the previous retrospective. بقول لك لو كذا اسبوع عدى وما اتعملش ريتروسبكتيف والتيم يعني شغال ومش بيراجع نفسه، لا يعمل ريتروسبكتيف. When the team appears to be stuck and completed work is not flowing through the team. طيب لو في مشكله في الفلو، التيم بيحاول يعمل فاليو والفاليو مش راضيه تخلص ابدا، يبقى هنا التيم بيعتقد ان في مشكله في البروسيس بتاعه، فيعمل ريتروسبكتيف عشان يراجع البروسيس عشان يشوف ليه هو مش عارف يطلع value. او لما التيم reaches any other milestones، يعني اي انجاز يعمله ممكن يعمل ريتروسبكتيف. الباك لوج بريباريشن، هنا احنا بنتكلم عن البرودكت باك لوج. برودكت باك لوج مش السبرنت باك لوج. فهنقول عليه ايه؟ ذا باك لوج از ذا اوردرد ليست. اوردر دي يعني برايورتايز يا حضرات. اوف اول ذا وورك. بريزنتد ان ستوري فورم فور ا تيم.
يبقى انا قسمت الابيكس لستوريز، يبقى الباك لوج بتاعي البرودكت باك لوج اسميه برودكت باك لوج لما اكون قسمت الابيكس بتاعتي لستوريز. There is no need to create all of the stories for the entire project before the work starts. بيرجع هنا يقول لك مش لازم اعمل كل الستوريز قبل الشغل ما يبتدي. Only enough to understand the first release in broad brush strokes and then sufficient items for the next iteration. يعني هنا الصورة نرجع للصورة بتاعتنا. ان انا دلوقتي هخش على السبرنت ده هاخد الايبك دي اعملها ستوريز، وكمان اخد اللي بعدها يعني ايه اعملها شبه كلها، يعني بحيث ان انا ابقى فاهم دي رايحه فين وفاهم اللي بعدها، انما مش لازم اعمل كل الايبكس اقسمها ستوريز في اول المشروع مره واحده. تمام؟ خلاص يا حضرات. Product owners might produce product roadmap. The product roadmap ده هو نفسه الـ release plan. To show the anticipated sequence of deliverables over time. The product owner replans the roadmap based on what the team produces. يبقى الـ release plan أو الـ product roadmap هو بيحدد عايز أنهي epic يتعمل قبل التاني. الايبك واحد، الايبك اثنين، ممكن الايبك ثلاثه يجي يشطب عليه ويعمله اثنين، ويشطب على اثنين ويعمله ثلاثه. ليه يغير؟ بناء على التيم انتج ايه. فهو لما التيم انتج شيء معين هو شاف ان الانسب انه يغير البرايورتي بتاعه اجزاء من الريليس بلان او البرودكت رود ماب. تمام؟ اهو بنراجع الموضوع اهو، البرودكت اونر بيعمل البرودكت باك لوج، التيم يشمل البرودكت اونر والسكرام ماستر والديفلوبمنت تيم، بيعملوا مع بعض السبرنت بلاننج وبيعملوا السبرنت باك لوج. ودي هنا طبعا يعني ايه احنا بت 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 بتراجع لنا بقى كل حاجه احنا عارفينها. في حاجه اسمها backlog refinement، والباكلوج ريفاينمنت ده بيتعمل في نص الايتريشن. يعني ايه اعمل backlog؟ يعني بيعمل ايه؟ ان انا اجي في نص الايتريشن اجي اشوف حاجات في السبرنت backlog اقول ما لهاش لازمه مش ضروري نعملها، او دي اهم من دي نغير الترتيب بتاعها. يعني ال 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 نوع من انواع الريتروسبكتيف، ولكن في نص الايتريشن مش في اخرها. يبقى الايتريشن بيزد اجايل، ذا برودكت اونر اوفن وركس وذ ذا تيم تو بريبير سم ستوريز فور ذا ابكومينج ايتريشن دورينج وان اور مور سيشنز ان ذا ميدل اوف ايتريشن. لا ومش بس كده، كمان انه ممكن كمان البرودكت اونر في الباك لوج ريفاينمنت يجهز مع التيم ستوريز للإيتريشن القادم. The purpose of these meetings is to refine enough stories so the team understands what the stories are and how large the stories are in relation to each other. يبقى هنا الباكلوج ريفاينمنت الهدف منها ان التيم يبدأ يفهم حجم الستوريز وحجم العمل اللي هو ممكن يكون مطلوب منه في الايتريشن القادم. Allow the product owner to present story ideas to the team and for the team to learn about the potential challenges or problems in the stories. يبقى هنا كمان يعني ايه بيديهم هيد ستارت، ان هو من بدري بيبدا يقول لهم ايه اللي هيحصل في الايتريشن القادم، فبالتالي لو في مشاكل او تحديات يقدروا ان هم يعالجوها من قبل ما يفاجئوا بيها
في أثناء تنفيذ الإيتريشن نفسه. نفس الحكاية لو البرودكت اونر مش عارف الديبندنسيز، الديبندنسيز برضك زي ما خدناها في البروجكت مانجمنت العادية اللي هي العلاقات أو الارتباطات. فلو البرودكت اونر عنده شك في الارتباطات بيطلب من التيم يعمل حاجة اسمها سبايك، والسبايك ده نوع من أنواع الاكسبيرمنتس، نوع من أنواع الاكسبيرمنتس اللي هي مخصوص عشان تعمل ديفينيشن لعنصر واحد. فهو يعني يعملوا سبايك عشان يدرسوا مشكلة معينة. طيب هنا ده تيب، يعني نصيحة ليك ان انت عشان تحدد الفاليو بتاعك ماشي ازاي في المشروع، يعني انت عايز تقيس الفاليو، فبيقول لك استخدم حاجة اسمها امباكت مابينج. هو ده مش جزء اساسي عندنا في الكورس، ولكن برضك عشان ايه اكتمال المعلومة يبقى consider using impact mapping to see how the product fits together، عشان تبقى فاهم القصه ماشيه ازاي. واندر نورمال سيركمستانسز ذا برودكت اونر ليدز ذيس وورك، في الامور يعني في الظروف العاديه المفروض البرودكت اونر هو اللي بيعمل الموضوع ده. A servant leader can facilitate any necessary meetings as a way of serving the project، ممكن اي حد يساعد. طيب الامباكت ماب، المثال مثلا للامباكت ماب ان احنا بنشوف الواي اللي هو الهدف الكبير بتاع المشروع، الهو مين الاشخاص اللي هيحققوا ده، الهاو، الهاو ده الامباكت او الـ يعني انا عشان احقق الهدف ده الجول بقسمه الاوبجكتيفز. يعني فاكرين الناس في الاداره الاستراتيجيه ان انا بقسم بعمل الجولز بتاعت المؤسسه وبقسمها الاوبجكتيفز، اوبجكتيفز. فالهاو ده هو الاوبجكتيفز اللي هو امباكت واحد وامباكت اثنين. الوات الديليفرابلز، الاوبجكتيف ده نفسه هعمله ازاي، الاوبجكتيف ده نفسه هعمله ازاي. وكمثال مثلا هنا هو بيقول لك جرو موبايل ادفرتايزنج، ان هو عايز يزود نسبه الاعلانات اللي بالموبايل. الاكتورز مين، مين الاشخاص اللي هينفذوا ده؟ قال لك السوبر فانز ويز موبايل ديفايسز، وهو هنا بيتكلم تقريبا عن مغني يعني. فالسوبر فانز اللي هم الفانز اللي يعني اللي بيحبوا المغني جدا بالموبايل فونز بتاعتهم، والكونسرت اورجنايزرز كمان الجهات المنظمه للحفلات، وبعدين الارتست ايجنتس اند بروموترز كمان يبقى المغني مثلا الوكيل بتاعه والشركه المسؤوله عن الدعايه كمان ايه، كل دول بيساهموا في عمليه زياده الموبايل ادفرتايزنج. الامباكت، الامباكت اللي هو قلنا الجول وعايز الاوبجيكتيف بتاعي، يبقى الاوبجيكتيف بتاعي هو ان كم باك more frequently، ان عايز الناس تيجي للويب سايت بتاعي مثلا اكتر من كده، stay longer، يخشوا الويب سايت ويفضلوا اكتر. view more ads، يعني وداخل وهم جوه الويب سايت عندي اقدر انزل اعلانات عشان يعني اعلانات كتير عشان يديني ريفينيو كتير. طب هعمل ده ازاي؟ بحاجه اسمها البوش ابديتس، وحاجه اسمها سبيشال اوفرز، وفورمز، وتشاتس، وبيتر باجينيشن. فاحنا بس عشان نفهم الموضوع مش عشان نخش في التفاصيل بتاعه. طيب الريفاينمنت بتاعتنا احنا خلينا بس نرجع نتفق ان هنا الريفاينمنت مقصود بيها ان انا في نص الايتريشن ببدا اجهز الايتريشن اللي بعدها. يبقى هنا many iteration based agile teams use a time box one hour discussion midway through a two week iteration. يبقى الناس اللي بتستعمل التايم بوكس اللي هم السكرام يعني بيعملوا ساعة في نص الأسبوع، في يعني بعد أسبوع يعني في نص فترة الأسبوعين عشان يعملوا فيها الريفاينمنت. الريفاينمنت يبقى الاجتماع مدته بتكون في حوالي ساعة، ما بتتجاوزش الساعة. طيب الفلو بيزد اجايل اللي هم الناس بتوع الكامبان بيعملوا جاست ان تايم ريفاينمنت فور فلو بيزد، ذا تيم تيكس ذا نيكست كارد اوف ذا تو دو كولوم اند ديسكاس ات. لا الريفاينمنت بالنسبه للناس بتوع الكامبان ميثودولوجي لما بياخد الكارت وهيبدا يشتغل فيه يبداوا يناقشوه ويشوفوا مشاكله. مالتيبل ريفاينمنت ديسكشنز فور
Iteration based agile teams. Teams can use this when they are new to the product, the product area, or the problem domain. بيقول لك ان ممكن في خلال الايتريشن يعمل اكتر من ريفاينمنت ديسكشن للايتريشن اللي بعدها. ده لو هو شغال سكرام. وده بيكون امتى؟ لو ان البرودكت جديد، الفريق ما اشتغلش في برودكت شبه ده قبل كده، او حتى البرودكت اريا النوع ده من البرودكتس، او البروبلم دومين او النوع ده من المشاكل. طب الطرق اللي بتستخدم في تحضير الباك لوج وعمل الريفاينمنت ميتنجز. There are many ways for the product owner to conduct backlog preparation and refinement meetings, including, for example. هقول لك في طرق كتيرة، من ضمنها إن هو يعمل حاجة اسمها triads. إن هو يعمل تلاتات، يقسم الناس تلاتات: developer وtester وbusiness analyst أو product owner مع بعض، يقعدوا يناقشوا كل الكروت. Present the overall story concept to the team. The team discusses and refines it into as many stories as required. أو يسيبها للتيم، يديهم الفيجن الأساسي ويسيب التيم هو اللي يعمل عملية تقسيم stories زي ما هم عايزين. Work with the team to find various ways to explore and write the stories together. إن هو يشتغل مع الفريق إن هم يعني يفكروا في حاجات كتيرة يقدروا يكتبوا بيها الستوريز مع بعض. Making sure all of the stories are small enough. يعني ويتأكد البرودكت اونر ان الستوريز حجمها صغير. So the team can produce a steady flow of completed work. بحيث ان يبقى في سريان مستمر من الفاليو او من الاعمال المنتهيه بالكامل. يبقى هو هنا بيقول لك حاول ان حجم الستوري بتاعك يخلص في يوم واحد. Consider becoming able to complete a story at least once a day. إن التيم على الأقل لازم يبقى أنا لو عندي الإيتريشن بتاعتي 14 يوم، يبقى المفروض إنها تبقى فيها على الأقل 14 ستوري، وال 14 ستوري دول المفروض مع بعض يدوني حتة منتج يعني على بعضها كده أختبرها مع بعضها. دلوقتي دخلنا على الديلي ستاند أبس. الديلي ستاند ابس هو الاجتماع اليومي، الرسمه اللي انا لسه راسمها، الرسمه اللي هي تو دو والناس اللي واقفه حواليها، الرسمه دي هو ده الديلي ستاند ابس. خلاص تمام. تيمز يوز ستاند ابس تو مايكرو كوميت. مايكرو كوميت يعني يلتزم، مايكرو كوميت يعني يلتزم بشده ايتش اذر، لبعض، يلتزموا تجاه بعض، لان هم بيقعدوا مع بعض بيتناقشوا، فكل واحد بيقول انا هعمل ايه وهسلمه امتى وهخلصه امتى، عشان التاني اللي هيعمل معاه انتجريشن يبقى عارف ان هو يعني عارف ان هو هيبقى شغله جاهز انه يعمل انتجريشن يعني لما انت تخلص شغل. Uncover problems، يكتشفوا المشاكل. And ensure the work flows smoothly through the team. يبقى هنا يعني التيم ستاندردز بتحقق لي المايكرو كوميتمنت ما بين افراد الفريق، وبتعمل انكفر البروبلمز، وكمان بتعمل انشور الورك فلو سموزلي ثرو ذا تيم. تايم بوكس ذا ستاند اب تو نو لونجر ذان 15 مينتس. الستاند اب لازم ما يعديش ال 15 دقيقه باي حال من الاحوال. The team walks the Kanban or task board in some way, and anyone from the team can facilitate the standup. يبقى هنا هو بيقول لك ايه، ان التيم بيمشي بالكروت يتحرك بيها في الكامبان بورد او التاسك بورد، هو مديها اسمين، وان اي شخص ممكن هو اللي يعمل عمليه تحريك الكروت دي، ويبقى هو الفاسيليتيتور بتاع الستاند اب، مش شرط السكرام ماستر بنفسه يعني. طيب احنا عندنا نوعين اساسيين من الاجايل، قلنا السكرام والكامبان ميثودولوجيز. في الايتريشن بيزد او السكرام، الاسئله بتاعه الديلي ستاند اب هم الثلاث اسئله دول. كل واحد بيجي عليه الدور بيتكلم بيقول انا خلصت ايه في ال 24 ساعه اللي فاتت، هعمل ايه في ال 24 ساعه اللي جايه،
انا محتاج ايه من اي حد، ايه المشاكل اللي قابلتني، او انا محتاج حاجه من سكرام ماستر، محتاج حاجه من حد من زمايلي، او مش محتاج يعني. الفلو بيزد له اسئله مختلفه، اللي هو الكام بام ميثودولوجيز الاسئله بتاعتهم مختلفه. هنا الاسئله بتقول what do we need to do to advance this piece of work، ايه اللي احنا محتاجين نعمله عشان قطعه العمل دي نخلص منها. هل في حد is anyone working on anything that is not on the board؟ هل في حد شغال على اي حاجه مش حاطينها احنا على البورد، مش عاملين لها ستوري؟ What do we need to finish as a team؟ ايه اللي احنا محتاجينه عشان ننهي الاعمال كفريق؟ Are there any bottlenecks or blockers to the flow of work؟ هل في عنق زجاجه او اي اشياء بتمنع سريان العمل؟ يبقى دي الاسئله بتاعه الفلو بيست. وخليني اقول لحضراتكم ان يعني الاسئله دي ممكن تستخدمها يعني تكون في يعني انا حتى لو شغال سكرام وملتزم طبعا ان انا لازم في الميتنج ما اخرجش عن الاسئله دي، انما يعني دول وجود الاسئله دي في الخلفيه في ذهني دايما تساعدني في ان انا ابقى يعني وانا كسكرام ماستر يعني او كاجايل كوتش وانا بتابع الفريق واتاكد ان الفريق بيبذل قصارى جهده لتحقيق الفاليو في اسرع وقت. يعني اسئله مفيده في كل الاحوال. وبرضك نفس الحكايه وانا شغال في الفلو بيزد اجايل وبسال الاسئله دي، برضك الاسئله بتاعه السكرام تكون في الخلفيه في ذهني برضك هتضيف لي كتير جدا. في حاجه اسمها ستاند اب انتي باترنز، يعني في حاجات بتبوظ الستاند اب. هنا بيقول لك انها تبقى ستيتس ميتنج. ستيتس ميتنج دي يعني بتقول احنا خلصنا كام في الميه، هو مش ستيتس ميتنج، لا هو خلينا عشان كده بقول لازم نلتزم بالسكرام الاول، بتساعدنا في الفهم وبعد كده نبدا بقى ناخد الحاجات الثانيه. انا هنا بقول انا عملت ايه في ال 24 ساعه اللي فاتت، هعمل ايه في ال 24 ساعه اللي جايه، محتاج ايه. هي نفسها اللي هنا يعني what do we need to advance piece of work، هي نفسها ان انا عملت، بس هنا ايه هي الاجابه، يعني هو هنا السؤال ايه اللي انا محتاج اعمله عشان اعمل ادفانس للبيس اوف ورك، فانا هجاوب في ال 24 ساعه اللي فات عملت كذا كذا كذا، في ال 24 ساعه اللي جايه هعمل كذا كذا كذا. فهي يعني هما الاثنين زي بعض، بس خلينا بس عشان سهوله الفهم دلوقتي واحنا بنجمع المعلومات مع بعض نتكلم بس عن الثلاث اسئله بتاعت السكرام. يبقى هنا مش عشان نقعد نقول كام في الميه وفاضل لي كام في الميه ونقعد، لا. Teams who have traditionally worked in a predicted environment may tend to fall into this anti-pattern since they are used to providing a status. لأن هم متعودين يقولوا كام في المية في المشاريع الووتر فول، فبرضك لما يقلبوا أجايل تلاقيهم إيه جاي عايز يقول هو خلص كام في المية. إحنا طبعًا في الأجايل عندنا يا 0% يا 100%. دي النظرية بتاعتنا. فمش ما يهمناش في النص هو خلص أصلًا كام في المية. برضه من الحاجات اللي تخلي بالك منها ان في ناس مخربين، يعني حد يحاول ان يفضل يتكلم عشان الميتنج يصيب الناس بالملل، يعني بيخرب الميتنج عن قصد. فبرضك من الحاجات اللي انت تكون منتبه لها ان لازم تكون شخصيتك قويه وتتمسك بالاسئله، وعشان كده التيم تشارتر مهمه، وتكون مكتوب في التيم تشارتر الالتزام بالاسئله في الديلي ستاندرد، وان ممنوع الخروج عن الاسئله بتاعه لو انا شغال سكرام بتاعه السكرام، وممنوع الخروج عن الكمبان لو انا شغال كمبان. The team begins to solve problems as they become apparent. يبدا بنسميه ديزاين ميتنج. يعني دي برضك من المشاكل اللي بتواجهنا في اداره المشروعات العاديه، احنا يبقى عندنا ستيتس ميتنج ونبدا في الستاتس ميتنج احنا المفروض بنتكلم عن نسب وفلوس وحاجات ليها علاقه باداره المشروع، يبدا يظهر مشكله هندسيه او مشكله فنيه، ويبدا بقى كل الناس يسيبوا الميتنج الاساسي ويبدا يتحول لديزاين ميتنج، يبعتوا يجيبوا الرسومات ويبداوا بقى يعملوا عمليه ديزاين. طبعا دي من الحاجات الانتي باترنز للميتنج. فبرضك نفس الحكايه، انت ممكن في الديلي ستاند اب تلاقي نفسك ان انت بتحاول تعمل ديزاين للمشروع او للجزء اللي هم عايزين يكتبوه في
في الديلي ميتنج. الديلي ميتنج مش عشان كده، الديلي ميتنج عشان انا اقول عملت ايه في ال 24 ساعه اللي فاتت، هعمل ايه في ال 24 ساعه اللي جايه، انا محتاج ايه من الناس او ايه المشاكل اللي بتواجهني. يبقى هنا هنا انا بقول ايه المشاكل اللي بتواجهني فقط، مش بقترح الحلول ولا بقعد اعمل ديزاين. بعمل حاجه اسمها باركنج لوت. باركنج لوت دي يعني بنعمل سبوره صغيره كده على جنب بنسميها الباركنج لوت، واي مشكله بنكتبها فيها، وبعدين بقى ايه نبقى نعمل ميتنجز خاصه بيها لوحدها، ندرسها كمشكله لوحدها في ميتنج مستقل. ولكن الديلي ستاندرد لازم يكون كل يوم في نفس الميعاد في نفس المكان، لا يتجاوز ال 15 دقيقه. السايكولوجي والعلم اللي وراه يعني انا الحقيقه مش يعني انا عارف انه موجود، ولكن انا مش متعمق فيه او متبحر فيه، ولكن هو عشان يشتغل ويحقق الفائده بتاعته لازم يكون في نفس المكان في نفس الميعاد وما يتجاوزش ال 15 دقيقه. Stand-ups can be very useful provided the nature of the team's work requires intense collaboration. يبقى الستاندبس دي مهمة جدا، خصوصا لو التيم محتاج ان هو يتعاون مع بعض. طب الديمونستريشنز والريفيوز دي اللي قلنا بنراجع فيها الوات في نهاية الايتريشن، في عندي انكريمنت عملتها الوات فبعمل لها ديمونستريشن، بجيب الكاستمر او بجيب البرودكت اونر لو هو بيحل محل الكاستمر واعمل له ديمونستريشن للشغل اللي احنا عملناه. As the team completes the features usually in the form of user stories, the team periodically demonstrates the working product. A working product في نهاية الستوريز في working product، يبقى أنا بعمل له ديمونستريشن يعني عملية عرض عرض وتطبيق يعني، بحيث ان البرودكت اونر يديني رايه فيه. The product owner sees the demonstration and accepts or declines the stories. يبقى البرودكت اونر يا يقبل اللي احنا عملناه يا يرفضه. او يعلق عليه يعمل عليه كومنت فنصلح حاجه يعني. In iteration based agile the team demonstrates In iteration-based agile, the team demonstrates all completed work items at the end of the iteration. يبقى في iteration-based agile الفريق بيعمل عرض لكل completed work items at the end of the iteration. يبقى في نهاية الiteration في السكرام اللي هو iteration-based agile كل الستوريز اللي خلصناها مره واحده في نهايه الiteration بنعمل لها demonstration في اللي هو في السبرنت ريفيو ميتنج. In flow-based agile the team demonstrates completed work when it is time to do so, usually when enough features have accumulated into a set that is coherent. في الفلو-based او في الكامبان ميثودولوجيز لا احنا بنفضل نعمل شويه فيتشرز وبنعمل لهم انتجريشن مع بعض، ولما تحس ان عندنا قطعه يعني حجمها جيد ان احنا نعمل لها ديمونستريشن نعمل لها ديمونستريشن. A fundamental part of what makes a project agile is the frequent delivery of a working product. يبقى لو انا ما عنديش frequent delivery of value يبقى ده مش agile. يبقى دي هنا جايد لاينز يعني خطوط عريضه. Teams including the product owner need feedback to decide how early to ask for product feedback. يبقى الفريق بما فيهم البرودكت اونر عايزين يجربوا اجزاء من المشروع لغايه ما يوصلوا لمرحله ان هم عايزين فيدباك من الاند يوزر من الكاستمر. مش كفايه يعني البرودكت اونر هو بيقوم مقام الكاستمر ثلاث اربع اسابيع ورا بعض، انما بعد الثلاث اربع اسابيع بقى في قطعه كبيره، لا عايزين الكاستمر نفسه يجي يجربها عشان يدينا الفيدباك بتاعه. Demonstrate whatever the team has as a working product at least once every two weeks. يبقى انت حتى لو شغال كامبان ميثودولوجي لازم تبقى عامل حسابك ان انت لازم كل اسبوعين تعمل demonstration، مش معنى انك شغال كامبان يبقى تسيبها سبهلله كده وما تعملش ديمونستريشن، لا لازم تبقى حاطط لنفسك رول حتى لو انت شغال بطريقه مختلفه عن طريقه السكرام في التايم بوكس، لكن برضك لازم تبقى حاطط لنفسك اوبجيكتيف زمني ان انت تعمل ديمونستريشن كل اسبوعين.
planning for iteration based agile. عملية البلانينج بالنسبة للسكرام أو الiteration based agile. Teams consider their story size so they do not try to commit to more stories than their team capacity to complete within one iteration. طبعا احنا هنيجي ناخد في البلانينج، هناخد البلانينج بالتفصيل وهنعرف ان في حاجه اسمها ستوري سايز، ستوري سايز او ستوري بوينتس، يعني ستوري سايز، ويبقى عندنا حاجه اسمها التيم كاباسيتي اللي هي عدد الستوري بوينتس اللي التيم يقدر يخلصها في الايتريشن الواحد. يبقى التيم اثناء ما بيسحب من البرودكت باك لوج ويودي في السبرنت باك لوج لازم ياخد في الاعتبار، لازم ياخد في الاعتبار ان هو ما ياخدش اكتر من الكاباسيتي بتاعه التيم. هنا زي ما قلنا ان التيمز بيبقى عندهم الكاباسيتي بتاعتهم وبياخدوا الستوريز على قد الكاباسيتي بتاعتهم، ما بياخدوش ستوريز اكتر من الكاباسيتي. طب لو في حاله اسمها ريديوست كاباسيتي، يعني في شخص مثلا عضو من الفريق غايب مش موجود، هيبقى الاسبوعين دول في واحد مش موجود، يبقى في ريديوست كاباسيتي، يبقى خلاص نعرف وناخد في الاعتبار ان احنا هنبقى شغالين السبرنت دي ريديوست كاباسيتي. يبقى لازم واحنا بناخد من البرودكت باك لوج وندخل في السبرنت باك لوج ان احنا ناخد ريديوست كاباسيتي. Teams estimate what they can complete, which is a measure of capacity. يبقى هم بيعملوا estimation للحاجات اللي هم بيقدروا يخلصوها، وهو ده مقياس الكاباسيتي، الكاباسيتي بتاعت التيم هو يقدر يخلص كام ستوري بوينت في الايتريشن الواحد. Agile teams do not plan just once in one single chunk. يبقى احنا عارفين ان في الاجايل ما بنعملش planning في اول المشروع مره واحده، كل البلاننج بنعمله زي ما بنعمل في الووتر فول، لا. Instead agile teams plan a little، بيخططوا حاجه صغيره، deliver يسلموا اللي خططوه ونفذوه، learn يتعلموا وياخدوا feedback and then replan a little more in an ongoing cycle. بيعملوا بلان للحته اللي بعدها وفق او في ضوء اللي هم اتعلموه يعني. Execution practices that help teams deliver value. يبقى في ممارسات تنفيذ بتساعد التيمز انها تعمل ديليفري للفاليو. اهم حاجه ان التيم لو هو بيشتغل ومش همال كواليتي سون مش هيقدر يعمل ريليس، ان لازم الريليس يبقى الديفينيشن اوف دان، ديفينيشن اوف دان، ديفينيشن اوف دان، هو ده الكواليتي، هو ده معيار الكواليتي اللي هو التيست اللي لازم القطعه تنجح فيه عشان نقول انها سكسس، اللي هو الديفينيشن اوف دان. فهو لو مش مهتمين بالكواليتي طول ما هم ماشيين بحيث ان هو في الاخر يميت تو ميت يعني، او ان هو يعني يحقق الديفينيشن اوف دان، يبقى بالتالي بالتالي مش هيكون عنده القدره انه يعمل ريليس لاي حاجه لانها مش دن. The following technical practices, many of which come from extreme programming. Extreme programming اللي هو ال XP، وزي ما قلنا قبل كده اللي هو اتعمل منه الويندوز XP. Extreme programming may help the team to deliver at their maximum speed. فهو هنا بيقول دي حاجات موجوده في ال Extreme programming بتساعد ان هي الفرق سرعتها تزيد. وزي ما قلت لحضراتكم يعني الديفينيشن الاساسي للاكستريم بروجرامنج، يعني كان الناس بتعتقد ان هو حاجه اسمها البير بروجرامنج، ان هم اثنين بيشتغلوا مع بعض بروجرامنج من خلال كيبورد واحد، يعني قاعدين على كيبورد واحد وشاشه واحده وبيعملوا البروجرامنج مع بعض بيساعدوا بعض يعني. فده ده 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 ده, ده يعني اهم فيتشر في الاكستريم بروجرامنج. وزي ما قلت لحضراتكم ان كل خصائص الاكستريم بروجرامنج ممكن انا استخدمها داخل السكرام، وممكن استخدمها بالتاكيد داخل اي اجايل ميثودولوجي اخرى يعني. وهنا هو بيقول لك كده، هو بيقول لك انت خد الفلسفه بتاعه الاكستريم بروجرامنج، حاجه اسمها كونتينوس انتجريشن. كونتينوس انتجريشن يعني كل ما تخلص جزء في السبرنت ما تسيبوش متعلق في الهواء وجزء لوحده، لا،
تركبه مع الجزء اللي خلص في الاتريشن اللي قبله، والجزء اللي هيخلص في الاتريشن رقم 3 يركب مع الجزئين اللي خلصوا في الاتريشن 1 و2. فده هي دي عملية الانتجريشن، انتجريشن اللي هي التكامل. التكامل يعني ان انا ايه بركب الاجزاء مع بعض، لان هي المفروض ان الفاليو دي انكريمنت من فاليو، هي جزء من كل، فانا ببدا اشبكهم مع بعض عشان اشوف لو في مشاكل في الانترفيس، هل هينفعوا بقى يعني، عشان ما اجيش اخلص كل الاجزاء واجي اركبهم مع بعض الاقيهم ما بيركبوش مع بعض، فده يعمل لي مشكله. فانا عشان كده لازم اعمل كونتينوس انتجريشن. في حاجه اسمها تيست ات اول ليفلز. تيست ات اول ليفلز يعني بعمل تيست للصندوق الاسود كله كده، اشوفه هيعمل الفانكشن بتاعه ولا لا، بعدين اعمل تيست لكل موديول داخل الصندوق الاسود لوحده. اكسبتنس تيست دريفن ديفلوبمنت، هنا انا بكتب التيست الاول وبعدين بكتب كود على قد بس ما انجح في التيست، فدي اسمها اكسبتنس تيست دريفن ديفلوبمنت. طبعا دي بتزيد السرعه جدا. ليه؟ لان انا يعني ما بقعدش هسيب لخيال الشخص الديفلوبر ان هو يقعد يعني يحاول ان هو يبدع، لا احنا عايزين المينيمم. المينيمم لان احنا عارفين عندنا رول اسمها 80 20، ان انا عندي 20 في 80% من الفاليو باخدها من 20% من الجهد، فانا عايز المينيمم، المينيمم فيتشر، لان هو ده اللي فيه الفاليو الكبيره. فانا بعمل التيست بتاع الفاليو الكبيره واكتب كود على قده. تيست دريفن ديفلوبمنت اند بيهيفير دريفن ديفلوبمنت هي تقريبا نفسها. وسبايكس دي اتكلمنا فيها النهارده في المحاضره، اللي هي تايم بوكس ريسيرش اور اكسبيرمنت، ان انا بحدد فتره زمنيه مثلا اسبوع او اسبوعين عشان ادرس موضوع معين بالتفصيل واعرف علاقته بالمشروع عندي ايه. طيب هنرجع بقى اهو نفسر نفس النقط دي. كونتينوس انتجريشن يعني ايه؟ يعني بيقول لك perform frequent incorporation of work into the whole، يعني افضل اشبك بشكل مستمر كل ما تخلص جزء في الكامل بقى، في اللي هو في الشكل الكامل. No matter the product and then retest to determine that the entire product still works as intended. وبعد ما تشبك الحاجه في الجزء اللي خلصان تعمل ريتست عشان تتاكد ان هم شغالين مع بعض. Test at all levels، اعمل تيستنج على كل المستويات. يبقى employ system level testing for end-to-end information and until testing and unit testing for the building blocks. يبقى هعمل end-to-end للصندوق الاسود، هعمل testing للمنتج كله على بعضه، بعدين هعمل unit testing ان هاخد كل واحده من البيلدنج بلوك كمان اعمل لها testing داخلي. In between understand if there is need for integration testing and where. وانت بتعمل كده هيبان لك ان لو في مشكله في الانتجريشن او عايز تعمل تيستنج مخصوص للانتجريشن تكتب تيست الانتجريشن وتبدا تحقق الكرايتيريا بتاعتك. Teams find smoke testing helpful as a first look of whether the work product is any good. Smoke testing ده يعني تيستنج خفيف كده، يعني جرب المنتج بتيست خفيف كده عشان يشوف المشاكل، لو في مشاكل يعني مشاكل خفيفه خفيفه كده تظهر بسرعه يعني. Teams have found that deciding when to run regression tests and which one helps them maintain product quality with good build performance. طيب الريجريشن اللي هو برجع للخلف براجع التاريخ بتاعي، يعني انا هنا مثلا كنت عامل البيتا، ما اعرفش هم عندهم البيتا وعندهم يعني ريليسز بارقام مختلفه كده، فانا بعد البيتا هعمل مثلا الفاينل ريليس، فعملت تعديلات، ففي حاجات في التعديلات عملت كلاش او عملت باجز، فبعمل ريجريشن. يعني ايه؟ ببدا ارجع بالتاريخ اشوف ايه اللي انا عملته اللي ممكن يكون سبب المشكله دي، وببدا اعمل تيستنج لكل خطوه انا عملتها وانا راجع بالخلف. هو ده الريجريشن تيستنج. Agile teams have a strong preference for automated tests. الاجايل تيمز بيحبوا ان التست تكون اوتوماتيك، وطبعا بردك الاوتوماتيك تيست مبدا من مبادئ الاجايل يعني. So they can build and maintain a momentum of delivery. يبقى هم كمان يعني ايه اثناء ما بيكتب الكود على طول الاوتوماتيك تيستنج شغال. Acceptance test driven development.
In ATTD, in ATDD, the entire team gets together and discuss the acceptance criteria for a work product. The acceptance of done. Acceptance test, اللي هو accept, اللي هو definition of done, والacceptance test اللي بيقول ان ان product done يعني. فالفريق بيجتمع وبيحدد ال definition of done. Then the team creates the test. خلاص عملنا definition of done, بنعمل له test. ايه التست اللي لو حققه الكود يبقى انا اقول ان الكود بتاعي ده done. Which allows the team to write just enough code and automated tests to meet the criteria. بحيث ان التيم ما يشتغلش غير على انه يكتب كود يعني على قد بس ان هو ينجح في التست, وكمان يعمل automated tests على قد بس انها تحقق ال definition of done. يعني يلتزم بال definition of done. For non-software projects, المشاريع اللي هي خارج software, consider how to test the work as the team complete chunks of value. يبقى انت لو شغال حاجة غير software لازم تاخد في الاعتبار ازاي تختبر اجزاء من العمل كل ما يخلصوها. يعني احنا عندنا في المجال الهندسي بيبقى عندنا حاجة اسمها ITP, Inspection and Testing Plan, وهي دي بتكون ماشيه مع الجدول الزمني وبيكون فيها نقط تحكم. الجدول الزمني للاعمال يعني بتكون ماشيه معاها, وبنقول ان في النقطه دي هنعمل تيست, في النقطه دي هنعمل تيست, في النقطه دي هنعمل انسبكشن, وهكذا. فهو يعني برضك ايه يعني نفس الفكر, لان انا ما بستناش ان المشروع بتاعي يخلص واجي اعمل تيستنج في اخر المشروع والاقي الدنيا عندي مهيصه يعني. Test driven development and behavior driven development هما الاثنين يعني اسمين لنفس الحاجه. بيقول لك writing automated tests before writing or creating the product actually helps people design and mistake proof the product. هو نفس الكلام اللي احنا قلناه في اللي قبلها في ال ATDD, هي دي TDD و BDD. بيقول لك ان تكتب التست في الاول بس بشرط ان التست يكون اوتوماتيك, وده بيحقق ان البرودكت قبل ما تعمل البرودكت نفسه, ده بيعمل ميستيك بروف, بيمنع الغلطات في البرودكت, وبيساعد الناس في ان هم يعملوا تصميم افضل للبرودكت. For non-software projects, consider how to test drive the team's designs. طبعا التست درايف التيمز ديزاين, يعني مثلا احنا عندنا في الهندسه بنعمل حاجه اسمها ديزاين ريفيوز. ديزاين ريفيوز انواع بقى واشكال من الديزاين ريفيوز في الاويل اند جاس, ليها يعني ليها دراسات خاصه بيسموها تكنيكال سيفتي. في الحاجات المعماري بيبقى في حاجات يعني يعمل 3D موديل ويعمل ووكينج ثرو ال 3D موديل, بيبدأ يشوف لو في كلاشز ما بين التريدز المختلفة مثلا. فده ده عملية يعني تيست درايف, بيعمل يعني عملية مراجعة للديزاين يعني. Hardware and mechanical projects often use simulation for interim tests of their designs. Simulations دي اللي هي المقصود بيها ال 3D designs, اللي بنعمل walk through في ال 3D design بتاعنا بحيث ان احنا نشوف ال نشوف ال clashes ونشوف الدنيا ماشيه ازاي يعني. Spikes اللي هي ال time boxed research or experiment, يعني ايه ال spikes؟ قال لك spikes are useful for learning and may be used in circumstances such as estimation, acceptance criteria definition, and understanding the flow of a user's actions through the product. انا لو عندي صعوبه في الاستيميشن, عمل معين مش عارف احدد هو بياخد كام ستوري بوينت, اعمل سبايك عشان احدد الستوري بوينتس بتاعته. انا مش عارف اعمل الديفينيشن اوف دان لعمل معين, اعمل سبايك عشان اعمل الديفينيشن اوف دان. يعني الناس يقعدوا مع بعض ويعملوا مشروع ويحددوا له فتره زمنيه بحيث انه يبقى مشروع لدراسه الاكسبتنس كرايتيريا لتاسك معينه. Understanding the flow of a user's actions through the product, ان انا عايز افهم المستخدم نفسه هيستخدم البرنامج ازاي؟ هيستخدم ايه بعد ايه وايه قبل ايه؟
لو تفتكروا مثلا الاي تي ام ماشين في الاول كانت بتطلع لك الفلوس الاول وبعدين الكارت، فكان الناس بتاخد الفلوس وتنسى الكارت، فهنا عكسوها وبقى يطلع لك الكارت ويقول لك استنى الفلوس، فالناس ما بقتش تنسى الكارت. فهي الفلو اوف اكشن بتاع اليوزر في البرودكت مهم جدا، ان انا ابقى عارف هو ترتيب الاستخدام لليوزر ده في البرودكت يعني. يبقى السبايكس مفيدة لما يكون الفريق محتاج ان هو يتعلم حاجة حرجة خاصة بحاجة تكنيكال او خاصة بحاجة وظيفية، حاجة فنية او حاجة وظيفية. دلوقتي احنا قلنا الاتريشنز دي عن السكرام. طب ايه قوة السكرام دي من اللي هو بيعمل التايم بوكس؟ تايم بوكس يعني برضك دي رابع اقوى حاجه. يعني احنا لو قلنا البرايورتايز باك لوج والريتروسبكتيف والكامبان بورد، رابع اقوى حاجه في الاجايل التايم بوكس من وجهه نظري انا الشخصيه يعني. فهنا هو بيقول لك طب ليه التايم بوكس قوي ومهم ومفيد؟ بيقول لك ان هو بيعمل كيدنس، بيعمل ايقاع، ان انا مطالب كل فتره معينه لازم اطلع منتج واخد عليه فيدباك. يبقى هنا دي حاجه مهمه جدا ان في ايقاع ثابت، ان انا عارف ان انا عندي التزام كل فتره معينه. مهم جدا التايم بوكس يعني. تيمز بروديوس انكريمنتس اوف فاليو فور ديليفري اند فيدباك. يبقى كل فتره زمنيه ثابته بيطلع انكريمنت تراكم معين من القيمه، وهذا التراكم من القيمه بستخدمه ان هو يديني معلومات اضافيه عن ايه اللي انا هعمله في المستقبل. اول حاجه انا بعملها هي الديمونستريشن، ان انا في نهايه الكيدنس بتاعي او في نهايه الايقاع او في نهايه السبرنت بعمل ديمونستريشن للمنتج، يعني بعمل عمليه تطبيق واستخدام وعرض للمنتج يعني. تيمز ريسيف فيدباك اباوت هاو ذا برودكت لوكس اند اوبريتس ثرو ا ديمو. يبقى كمان الفريق لما بيستخدم الحاجه بنفسه كمنتج خلصان مش مستني ياخد كمان فيدباك من البرودكت اونر او من الكاستمر، لا هو كمان من خبرته الشخصيه ممكن تبقى حاجات مش عاجباه يعني. يبقى تيم ممبرز ريتروسبكت تو سي هاو زي كان انسبكت اند ادابت ذا بروسيس تو سكسيد. برضك كمان لما انا اكون عندي اسبوعين يبقى بعمل كل اسبوعين ريتروسبكت زي ما اتكلمنا في المحاضره يعني في السلايدات السابقه، ان انا في السكرام خلاص انا عارف في نهايه كل سبرنت بعمل ريتروسبكت، مش سايبها مفتوحه اعمل ريتروسبكت لما يعني افكر لها في ميعاد يعني، لا انا كل نهايه سبرنت، وقلنا الاغلب ان السبرنت بيكون اسبوعين، يبقى انا كل اسبوعين بعمل ريتروسبكت وبشوف انا احسن ادائي ازاي. وزي ما قلنا ان اقوى حاجه او زي ما الكتاب كمان بيقول ان اقوى حاجه في الاجايل هو الريتروسبكتيف، انا كمان لما يبقى عندي ايقاع ثابت للريتروسبكت غير لما انا ابقى سايبه يا اعمله يا ما اعملوش يعني. Demonstrations or reviews are a necessary part of the agile project flow. يبقى هنا رجع تاني للمنتج وقال ان الديمونستريشنز والريفيوز، ان انا عمليه العرض والتقييم للمنتج دي حاجة مهمة جدا في الأجايل فلو، عشان أنا أتأكد إن الجزء اللي خلص ده مش هرجع تاني أعدله. Schedule the demonstration as appropriate for the team's delivery cadence. يبقى كمان ده بيظبط لي السكيدجول بتاع الديليفري كيدنس بتاع الفريق. وبكده احنا نكون وصلنا لنهاية محاضرتنا النهاردة، وهي يعني نهاية الجزء الأول من delivering في الأجايل انفايرمنت. Delivering in an agile environment. وبإذن الله تعالى هناخد النص الثاني في المحاضرة القادمة، وأترككم في أمان الله ورعايته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.